بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة معدنا مع الدرس رقم 105 من دورة توبلي ميديا ستوديو الأصدار الثامن تحت رعاية موقع وقف أونلاين دوت كوم. إن شاء الله إخواننا النهاردة هنتكلم على الوقت، على التايم. طبعا هنتعامل مع الوقت بأشكاله زي ما اتعاملنا مع الإيه التاريخ. طيب هندخل بسرعة زي ما أخدنا الوقت آسف التاريخ الدرس اللي فات. هناخد النهاردة صيغ الوقت. عندنا برضو جيت تايم زي ما قلنا، هتلاقي برضو عندك اكثر من صيغة. اكثر من ايه؟ من صيغة. طبعا هو نفس اللي فات، تمام، مفيش اي اختلاف خالص. عندك مثلا هنا الاولى الميليتري تايم اللي هو بيستخدموه في الجيش والكلام ده، او بيسموه نظام الـ24 ساعة، تمام، يبقى ده نظام الـ24 ساعة. لكن ده نظام بيجيب لك الوقت العادي، تمام، صباحا اي ام، مساء بي ام، تمام. وعايز تجيب الثواني فقط، عايز تجيب الدقايق فقط، عايز تجيب الايه الاورز فقط، تمام. ما اظنش الامر يحتاج صعوبة، امر سهل جدا ان شاء الله. اهو هنختار مثلا، طبعا احنا ممكن ندخل مثلا بدل مثلا الميليتري مثلا نحط بدلها صفر لان كانت الاول، تمام. وهعرض برضو الريزلت هنا، وهعرض هنا مثلا، اقول مثلا برضو جديد. طبعا ده خلاص كلمة جديد بدل ما اخدها متغير واعملها، ممكن احطها مرة واحدة، تمام. هات مثلا الصيغة مثلا ايه التانية اهو. تمام بالفعل ده دي الصيغة، تمام، أولى دي الصيغة الكاملة، تمام، للوقت. ودي الصيغة اتنين اللي بيجيب عدد الثواني، أو آسف عدد الدقايق، خليها واحد، لأ الثواني، هو الثواني فعلا. بالفعل جاب لي الصيغة صباحا أو مساء. ده يختلف إن هو لو جاء ظهرا أهو، نخليها نغير الوقت. خليها مساء، كنا شفنا في البرنامج بس مش مشكلة، تمام. بالنسبة له فعلا جه نظام الـ24 ساعة 17. طبعا 17 زائد 5 12 زائد 5 هيديك ايه 17. وبفضل الله كده أخدنا عرفنا ازاي نتعلم صيغ الوقت. الأمر بقى المرهق في الوقت والتاريخ على حد سواء، وهو طريقة الجمع والطرح. طريقة الجمع والإيه الطرح، يعني مثلا عايز أجيب مثلا، أو مثلا أجمع وقت معين عندي مثلا، وليكن الساعة 15، الساعة مثلا هو مثلا دقيقة 45 دقيقة، ومثلا 20 ثانية، تمام. وفي عندي وقت تاني وليكن 5 مثلا و20 دقيقة و17. المشكلة في دول يا اخوانا مش في شيء، المشكلة ان انت اول الساعة 17 دي، تمام، كانت امتى؟ تاريخ كام؟ وصلت الفكرة؟ يعني ده مثلا لو يوم 1/11 2011، وده يوم 2/11 2011، ده هيبقى يختلف تماما عن ده. طيب لو ده مثلا يوم يوم 10/9/2011، يعني ده حصل قبل ده، تمام. عايزين نجمع او نطرح ده من ده. طيب افرض انا عايز اجمع الوقت، تمام،
ده اللي ان شاء الله هنتعرف عليه في الدرس القادم او في عدة الدروس القادمة، ازاي جمع وطرح. مفيش ضرب وقسمة بقى للايه، للوقت والتاريخ، والوقت والتاريخ مع بعض. ناخد الاول ان شاء الله التاريخ، ثم ناخد الوقت، ثم ان شاء الله ناخدهم مع بعض. تمام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.